وزير الخارجية المصري سامح شكري رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص سد النهضة، ورد فيها أنه بعد 10 سنوات من المفاوضات تطورت القضية إلى حالة تتسبب حاليا في احتكاك دولي يمكن أن يعرض السلم والأمن الدولي للخطر، وعليه عملا بالمادة 35 من الميثاق، فإن مصر تطالب بعقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في أفريقيا تأييدا لما قدمه السودان في رسالته الأخيرة. وينضم إلينا من القاهرة الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة. دكتور نادر، أهلا بحضرتك معايا. نبدأ من الخطاب، يعني إيه قراءتك للخطاب اللي أرسلته مصر إلى مجلس الأمن، وتحديدا لاستخدام مصطلحات زي تهديد السلم والأمن الدولي؟ أهلا يا سلمى. أهلا يا دكتور. هو طبعا الخطاب بيقول إنه بعد 10 سنوات من التفاوض وصلنا إلى مرحلة أقرب للحرب منها إلى المفاوضات، نعم، باستخدام تعبير إنه يهدد الأمن والسلم القومي في شرق القارة الأفريقية، وإن إحنا صراعات واختلافات المياه الووتر ديسبيوت والووتر كونفليكت قد تتحول إلى ووتر وور، يعني حرب مياه. وبالتالي هنا يستوجب الأمر تدخل مجلس الأمن لمنع اشتعال الموقف، سواء بتحويل الامر الى لجنه من الخبراء الدوليين، سواء من البنك الدولي او من اليو ان ووتر، منظمه الامم المتحده للمياه، لمعاينه الموضوع واتخاذ قرارات مناسبه او التوسط او فتح قضيه اكثر في المفاوضات مع الجانب الاثيوبي بين مصر والسودان، ومنع اندلاع حرب تبدو قادمة في شرق القارة الأفريقية بسبب التعنت الإثيوبي وإصرارها على الانفراد بالقرار فيما يخص النيل الأزرق، وعدم الاتفاق مع مصر والسودان لا على نظام الملء والتشغيل ولا على ضمان أي كمية من المياه تخرج من الحدود الإثيوبية عبر النيل الأزرق إلى مصر والسودان. وبالتالي يبدو أن الأمر يقترب من الخطر ويستوجب فعلا تدخل مجلس الأمن، ليس بغرض تدويل القضية ولكن بغرض التحذير من أن هناك موقف يشتعل في شرق القارة الإفريقية ما بين إثيوبيا من ناحية ومصر والسودان من الجانب الآخر. طب دكتور نادر، النهارده ابي احمد رئيس الوزراء الاثيوبي اعلن ان حصل بالفعل تاخر في عمليه بناء السد. هل لو انخفضت كميه المياه المعتمد المفروض ان هي يتم البدء في ملئها، يعني من جانب اثيوبيا الملء الثاني، هل لو انخفضت كميه المياه دي هل معنى كده ان مصر فقدت يعني احد ادوات الضغط على المجتمع الدولي بالتدخل العاجل الان؟ ابدا، لان هو تقاعس متعمد من الجانب الاثيوبي. هو بدا في بناء الحاجز الاوسط اللي بيحجز مياه الفيضان هذا العام في موعده في اول شهر مايو، وفتح الفتحتين السفليتين اللي بيدوا الماء البديل عن مجرى النيل الازرق الى مصر والسودان، ولكنه تقاعس بدل ما ان يصل الى ارتفاع 30 متر قرر ان يصل الى ارتفاع 13 متر، رغم انه كان يكفي 7 اسابيع تنتهي في منتصف يونيو لارتفاع 30 متر، هو وصل ل 13 متر. ده يخزن حوالي من 5 ل 6 مليار فقط هذا العام، محاوله للتهدئه مع مصر والسودان نتيجه لاحساسه باشتعال الموقف والمناورات العسكريه حماه النيل ونسور النيل اللي تموا في الشهر الماضي مع السودان وعلى الاراضي السودانيه. فكان بيحاول امتصاص الغضب المصري المتصاعد بانه لما يقلل حجم التخزين الى اقل من النصف هذا العام قد تهدأ الامور قليلا مع مصر والسودان، وبالتالي يمنع تدوير القضيه. انما مش هو ده الامر، الامر انه البحيره هتمتلئ وان الوصول الى مخزون 75 مليار متر مكعب في الاراضي الاثيوبيه من النيل الازرق مرفوض تماما، لان هذا سوف يستنزف كل مخزون المياه في مصر والسودان ويجعل اثيوبيا وحدها تتحكم في مقدرات الامور فيما تصرفه لنا من مياه بعد ان ضمنت استنزاف كل المخزون نتيجه لتخزينها لهذا الكم الهائل 75 مليار. اذا الرقم نفسه مرفوض، ان سعه التخزين 75 مليار بخلاف البخر والتسرب العميق من قاع البحيره، بالاضافه الى انه طب اذا اجلنا الملء السنه دي الى طب ماذا عن العام القادم والعام الذي بعد القادم؟ اذا المشكله في تصاعد، ولا بد لاثيوبيا ان تتفق مع مصر على ضمان حد ادنى من مياه النيل الازرق اللي كان بيشارك فيها في نهر النيل مقدارها 49 مليار، يقول لنا والله ال 49 دول هيبقوا 40،
هيبقوا كذا، انما لازم نتفق وبعدين نشوف التخزين لما تيجي سنوات كافه 7 سنوات العجاف هتخزنه، هيبقى الاولويه لتوليد الكهرباء ولا الاولويه لضخ الميه للشعوب العطشانه في مصر والسودان؟ انما ان تمتلك اثيوبيا القرار وحدها فيما تضخ من مياه وفيما يتعلق بسياسات الملء والتخزين، هذا هو ما ترفضه مصر. وبناء عليه بتناشد المجتمع الدولي ان يتدخل في حل هذه القضيه قبل ان تتازم الامور، لانه مع مرور الايام طبعا في لكن هل خروج من المجتمع الداخل الدولي العربي. هيستجيب يا دكتور نادر؟ إذا عقد مجلس الأمن اجتماعا ولم تستخدم الصين على وجه الخصوص حق الفيتو وتحول الأمر إلى لجنة من الخبراء، قد يكون هذا ضغطا على إثيوبيا للوصول إلى اتفاق عادل وطمأنة مصر والسودان على مستقبل أمن المياه في البلدين، وإنه إثيوبيا لن تتعمد استنزاف مخزون المياه بتخزين هذه الكميات الهائلة اللي ملهاش مثيل. يعني حتى مثلا سد أتاتورك اللي عامل مشكلة ما بين تركيا والعراق وسوريا بيخزن 48 مليار، سد إليسيو اللي عامل مشكلة اليومين دول على نهر دجلة مع سوريا والعراق بيخزن 10 مليار، إنما 75 مليار وبقرار منفرد ودون اتفاق مع شركائها في النهر، بالتأكيد الضغوط الشعبية في داخل مصر بتتزايد، المطالبة بتصعيد الأمور ضد إثيوبيا بتتزايد، وبالتالي الاستجابة كمان للضغوط نتمنى الشعبية ان قد الاطراف تكون الثلاثه، واردة. يعني يعني نتمنى ان الاطراف الثلاثه، كل مره بنقول نتمنى الاطراف الثلاثه تصل الى حل قريبا يكون في خير للشعوب الثلاثه. بنشكرك، كنت معنا من القاهره الدكتور نادر نور الدين استاذ الموارد المائيه بجامعه القاهره.